موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هذا قلت لك راه ولد ماضي. نعرفهم شيخ الوليد محمد، انا نعرف فيهم عباد. هذا الويبات محمد بن البخاري، هذا حملوي. هذا القنفوذ عزوز تاع الدراج. اي قنفوذ الحملاوي ثاني، قنفوذ الحملاوي ثاني. هذا قنفوذ الحملاوي اللي قلتي لي. ايه صاحب ايوه ايوه صاحب عبد محمد بن رمضان. هذا بركات احمد. يعرفوا الشيخ اذا بركات. هذا القاضي. يعرفوا. قاضي تاع الناحيه الرابعه. من المنطقه الاولى. شهيد هذا. ربي يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه. هذول مجموعة تاع المجاهدين، القيادة تاع المجاهدين تاع الولاية السادسة. ايه انا الزوج تاعي كان في الولاية السادسة. ايه هذول تاع الولاية الثالثة هذو. سليم محمد روابحي احمد غياط احمد السعيد بو خلفايا. هذا كل يعرف الشيخ. هذول راهم في جهتكم انتم من هنا. هذول يعرفوا الشيخ. ايه روحي تشوفهم. هذا عمي عمي حملاوي مجاهد. رمزال حي لا رمزال حي هذا رمزال حي هذا راه مسؤول ناحية تاع المجاهدين. هذا ثاني مجموعة تاع المجاهدين هنا كثير واد الشعير. يعرفهم يعرفهم ربي يرحمه ويسع عليه يعرفهم. يعرفوا ويعرف هذو هذو زوج اخوة في زوج شهداء هذو في زوج والي 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 رابح ووالي عام. هذا في 57 هذا في 56. ايه هذا حميدة عبد القادر. هذا القائد تاع الكشاف. او عنده كتاب عليه او خادمه عليه واحد. هذا بشير محمد راه كان مسؤول ثاني ناحية من ولد مسيلة. بشير محمد يرحمه يعرفه الزوج تاعي يعرفه هذا يعرفهم الكل. يعرفهم من مجموعة من الشهداء والمجاهدين تاع الولاية هنايا. تعرفي مصالي الحاج؟ نعم اسمع به. وهذا مشكور. مضياف. لا تعرف ضياف. هذا كان يجيني للدار صح انا ماشي زايده. كان يجي هو الزوج ربي يرحمه انا ماشي زايده. ايوه. وهذا؟ هاي وهذا مشكور الحاج. هذا المجسم تاع مضياف محمد. هذا محمد ايوه. هذا تشوف السلاح. ربي يرحمه. روحي تشوف السلاح. هذه حاجه هذه واش تخدموا بها انتم هذه؟ هذه واش تسموها عطاطا؟ هذه اللي حشاك هذه اللي نزغيها عطاطا. ايه وهذه اللي نديروها تحت القايمه نمسو بها القايمه. اي تسو بها القايمه. ايوه نحكوا بها هذيك. ايوه نحكوا بها. ايوه باه يولي يرطب. باه يرطب الناس يحطوا بها المسك. ايه كانت حبيبي يا زين. ايوه هذو هذو اسلاك الشائكه هذو هذو جبناهم من المعتقد تاع الجوطه. ايه يعرفوا المعتقد تاع الجوطه. هذو الكاميرات اللي كانوا يصوروا بهم الكريم تاع المجاهدين. انا كنت بالكاميرا هذه راهم هذا تصور لهم عندك انت يا ما عندكش وحده ولا كانوا يصوروا بهذه. ما كانش عنده الحاج وحده ولا مدها مدها الحاجه هذه اكل هذه تاع المواطنين. قول لي ربي يرحمه ما جاب التصاور جاب كل شيء جاب هنا. روح شوف ايش راه مدون. ها جديده دور جديد جديده هذه جديده هذه ماشي جديده. لا لا عندهم مدها شايف هاي مات. هذو كاع كانوا عند الشعب عند الشعب ومدوهم لنا. هذو هداوهم للمتحف عامر راهم يتكتبوا بالاسمهم
كل واحد يجي لنا حاجه تجيب لها في المتحف. ولا سلاحك قديم هذا قديم. ما قطيشت في الوالي؟ لا يعني لا والله قطيشتها. هذا كاي يقولون هذا كي كبروا لي ولي هالي ولي كيما انت عن كتعب كانت حشاك عندي ولا فلان خلقت فيها. الحاجة مش فيها مش فرنسا. لا هذا هو تاع الماء. من اللي كان يخدمهم؟ كان يخدم حنايا. انا نقول لك في وقتي انا باللوح تاع اللوح هي. تاع اللوح مخدومين بهم البرد والماء. هي هي هذا ما شفتهمش انا مستعملتهمش. وهذه بالصولي. لا شتي صولي حامد دوحه. حامد دوحه مكتوب باسمه. وين يكتبها؟ مهدي مهدا من طرف المجاهد القاسمي محمد بوسعاده. هذا كان تاع كربيل. ماذا كان تاع من وقت الثوره ولا هنا ما الثوره ورحنا في السبعينيات بزاف. زيدي هذه وين هي؟ سنة نوروا لها حاجه. روحي حاجه شفتي الصوره اللي جبتيها درك من المتحف. هاي موقعي. هاي موقعي. هاتي الصوره هكذا. صورتي وياها سوقني معاه هكذاك. شدي هكذاك بارك الله فيك هكذاك. ها سما سيدي يعني نغتموا الفرصه هذه. واش تقول للناس اللي عندهم حوايج ويحتاجهم المتحف اكثر مما كان اللي راهم فيه؟ وانا راه قاعد نصدي بارك. انا المتحف باعتباره مرفق عمومي يعني بالذاكره يعني بالحفاظ على الذاكره المحليه والوطنيه على حد سواء. نرجو من المواطنين بصفة عامة والأسرة الثورية بصفة خاصة على أن يمنحوا المتحف الأشياء التي بحوزتهم وهي الأشياء التي تتعلق بالثورة التحريرية سواء كانت صور أو وثائق أو أسلحة قديمة كان يستعملها أباؤهم المجاهدين أو ألبسة وكل ما يتعلق بالثورة التحريرية. وبالتالي ندعوهم لأن يتفاعلوا مع هذا النداء لأن هذه الأشياء التي نرغب في الحصول عليها هي المكان الطبيعي تاعها هو المتحف. لأن المتحف هو الذي سيحافظ عليها وسيعالجها ويعني يستفادوا منها الأجيال حتى الباحثين الله يبارك. وفي هذه الحالة واش أنتم كيجيب لكم الواحد حاجة مقتنى كما هذا واش ديروا له؟ المقتنيات كل ما يسلم لنا أحد المواطنين أو أحد أبناء الأسرة الثورية يسلم لنا شيء من الاشياء التي بحوزتهم تتعلق بالثوره التحريريه احنا نتم عرضها هنا في المتحف وتسمى باسمه او باسم العائله يعني تبقى باسم العائله حتى ان الزائر لما يزور يلقى لنا الاشياء هذه وترافقها الاسماء تاع هذ الناس اللي سموا عليهم. واش تعطوا لهم وثيقه وشهاده؟ سلموا لهم وثيقه يعني وصل استلام على هذاك الشيء الذي سلمه لنا وكذلك نسلم له ونبدي له شهاده تقديريه نظيره مساهمتي في اطراء المتحف. الله بارك الله فيك. وانت واش تقول لي الحاجة بهذه المناسبه؟ انا واش نقول عجبني المتحف راني نسماك عجبني الشهداء اللي ضحوا على البلد والرحم على الزوج ربي يسعدك اللي حضر البلاد. ونشكر مدير المتحف استقبلني استقبال يعني نشكر عبد الرشيد طبي هما اللي نقضوني هما اللي الاستاذ زغبه الملك نشكرهم زاد الشكر هما اللي وساوني الشكر لربي سبحانه. راه الزوج تاعك راه استاذنا يعني بلا مزيدنا ربي يرحمه. حشيت المتحف الله يستقبلوني استقبال الطفله سنه هذيك الطويله وهذا ما يستقبلوني استقبال يعني ما نقولكش يعني راكي تشجعي الناس باش يديروا كما درتي المتحف نتاعهم يشوفوا التراث نتاعهم يشوفوا المتحف نتاعهم كيف راه منور فراه نظيف. هذا مرة بشوية درا قلت انا هذاك خشيت من المتحف راني نحت في الكعبة. الله يبارك. نحت في الكعبة. ايه. وحتى راهي نحسب لي راه معايا في الفي راه راهي في الكعبة وراني ندور في الكعبة. ايه. راني في الكعبة لوك. ايه. انا من وليداتي وليدي هذا ربي يحفظه. امين. والله يستقبل استقبال ثاني ما كانش. الحمد لله. الحمد لله. راني في بلادي حرة مستقلة والزوجة بيرحم يحب الشهداء. هاني ذوق الرضيع في الكبر نتاعهم اللي راه هذا جيت الشهداء وجيت نرحم رانا هذه الصوره انا نعطيك نقول وعد من عندي باللي هذه الصوره هذه ستكون ان شاء الله رفقه الصور مع صور الشهداء والمجاهدين تاع البلاد. ان شاء الله بربي ان شاء الله. هذه المقصله تاع الزوانه. هذا الكرسي تاع التعذيب. هذا الجهاز تاع الكهرباء. داروها للزوجه داروها للزوجه بيها داروها له.
انا ما داروا هذا هذيك المشينة تاع الخياطه هذيك انتم بكري تخيطوا عندي ضبط عندي مشينة خياطه هاي الحاجه اللي هي بطاقه بطاقه كيف كاين العذب لا زوج تاع هاي تخيل الكريسيتي هذه وليدها يا ما يديروا له هنايا يا في سالم حسب داروا له حسب ما تحكيش للتحويل ويدوروا الكريسيتي ها ويدوروا الكريسيتي ها احكي لكم هاكي شو كي هذوك ها حسك داروا في مسائل عملت كرسومه دار الكريسيتي شفتي خربتوا لها جابوا له البنكر صفحه راح نهزوا يطعشوا لقاو حي قالوا الكابيتان فوق مسألة محمد عليه الصلاه والسلام غير محمد قال نخلوك تحت العالم هاي ثاني طريقه اخرى نوريها لك الحاجه تاع التعديل هذا الكرسي اللي شفتوا يدخلوا له قراع منا وقراع من هنا ويبداوا يصيروا حتى اللي يصيروا يطلعوا الدروس يقدروا قال الزوج هذا الشيء اللي قال عليه ايوه انا غادي نحكي عليه راكي شايف هذه تاع المقصره اللي كانوا يعلموا بها الله يرحمه كان في مزيان في العطش نقول في الاخر هذا يرقدوا نحن نروح من عندها يدخلوا راس راح راس الحاجه بعد الموت هذاك يهبطوا عليه الموس نفس الراس اللي راه هنا والجسد يقارب اروح من الحريه الحوايج على اروح يبان تشوف فيه برك هذا اللي كانوا يعذبوا فيه بالشانيمو هذا شانيمو هذا الشانيمو تاع النار بالغاز يديروا الغاز ويعذبوا فيه هذا شانيمو ها الزلزال جاب يرفع طلعوا له حضروا له ناصب النار هذه يستعملوا الشانيمو هذا هذا راه تاع النار هذا حضر به راسه شفت ربي يرحمه هذه ماشي نتاع الخياطه اللي كانوا يخيطوا في الجبل هذا في الجبل ايه ها من الناس هذو كل هذو كلشي الناس وهذو كنت عند المتحف هذو الشهيدات تحكي هذو هامر كيما كيما الرجال دافعوا على البلاد وطلعوا للجبل كلش كاين نساء ثاني طلعوا للجبل أيوة. كما هذه ملكة قايد مريم بعطورة وليدة مدان مريم سعدان شوفي مريم هيدي سجل هذه سجل على شهد اسمع أنا راح تسألني صورتي الشهيدتين من واحدة من العاصمة ولكن الأصول تاعها من الأرضية بني مزار رشيد الشهيدة مريم عبد العزيز واحدة من اللي استشهدت أيوة في بوحمد معركة تاع بوحمد وتاع فيفري 57 وتسالني ثاني صوره انا خدم صوره ايرادني فتيحه لان مؤخرا بعد حصلت على الصوره نتاعها الشهيده ايرادني فتيحه اللي استشهدت في بوحمادو بينما مريم عبد العزيز جرحت هزوها للسطيف شهر استشهدت هذاك تسالني صورتي ان شاء الله عليا نجيبها من المتحف ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه ويسعدك وسيد هاشمي ومالكه هذوك اللي كانوا مع سيد هاشمي كانوا مع سيد هاشمي الفرام لاخر ما يبسل هاشمي الفرام لاخر سيد هاشمي كان واحد مع شهاده حيه كان عبد المال حاضر في الاخر هو اللي هز بلدات الطياره في السوانه انا سميناه عبد العمي سميناه الهاشمي سميناه مريم خويا ايوا سميناه مريم سميتو مع عبد العزيز مريم وسميتو عبد العزيز هاشمي في ذاك زاد في ذاك النهار البرده والطياره في السوانه ما تقوليش في 57 قلت لك برده انا قلت لك فرنسا مش بردتهم قلت لك فرنسا ديرات اللي بعد الثم في دار عيواز مازالت الدار اليومين هذا كي نهار ان شاء الله تصورها في السوانه من جرحت بينما فتيحه ما تفهمش غير بلاص سمينا مريم بنت خويا ومن عمي الهاشمي ومالكه بنت عمرها في عمرها 60 سنه بس سمينا ثلاثه النهار اللي زادوا هذو شو ربي يرحم الشهداء ربي يرحم الشهداء ربي يرحم المسعى عنهم فرنو هذا شفتيه ولا لا هذا نتاع كوك تاع الكوك عرفت ما تعرفش والله كيف زيد هذا على هذا كان شوفوا لي دي كان هذا ذكرى في صقري كان نقول لك انا بدعت درك تنسى هذا نتاع كوك وهذا وهذا شوفي الحاجه هذول الشهداء والمجاهدين تاع الولايه تاع المسيله لهنا قاده كما وعوا المداني نعرفه سديد هذا هو هذاك وعوا المداني كان هو الشهيد وعوا المداني ربي يرحمه وهذا تبني خوه خوه الهادي هذا مين اللي احمد نعرفه شيخ نعرفه ربي يرحمه هذاك عبد القادر عزيز يا عبد الملكي يا عبد الملكي عرف ساعة ما هذا عيسى الطبي يقولوا له عيسى علان يعرفه يعرفه هذا كابويا ابراهيم هو مجاهد الدبلوماسي يعرفه 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 ربي يرحمه وكل يعرفهم هذا كانوا يمشي معاهم ربي يرحمه ساعة اروح تشوف الشهداء تاع برا الحاجه شو ما تعرف منهم زين اروح هذه شنو هذه كانت عندك هذه الجرونادا انا كانت عندي كبيره كانت كبيرة أنا أيوة هذه شنو هذه؟ هذه طنجرة ولا شنو؟ لا بالقار مينا مينا قرعة تاع غاز قرعة تاع غاز هذه أيوة قرعة تاع غاز يديروا فوق الآخر الفوق ويشعلوا هذه إيه
وهذا وهذا رواه هنا. هذه تعرفين هذا هو عندي كل شيء. هذا هذا الحدود. هذا الموس. خذ من بريون تأخذ من العربي لا. هذا ذي موس. بيونات هذا. بيونات. هذا هو هذا بيزوج. هاي. هذا يقول له شيخ شرود يعني هذا من الولاد من صوشا يسمع يعرف شيخ ها يعني كشرود ربي يرحمه ويحيي لي عليهم وهذا كمال مخلوفي يعرف انتم وكل يسمى لي ايوه يحيي لي عليهم كمال مخلوفي مجاد استشهد ايه توفى 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 وكل يحيي لي عليهم ربي يرحمه ايه بعد استغنى قال كل يحيي لي عليهم ربي يرحمه ويسامحه كمال مخلوفي يا الله اروح شوفي مني الحاج ايش ما تعرفي مني اروح روح يدرك نيات تقول لهم راهم ضاروا بيا المتحف هسه شو قال تعرف ولا ما تعرف شوف تعرف هذا وينه هذا شبه اسمه الهاشمي سي الهاشمي من ولاد منصور ايه عاطي لي نقمه سي الهاشمي ربي يرحمه يونس ايه بن يونس سي الهاشمي بن يونس شهيد ربي يرحمه سالم ايوه زيدي وهذا اللي هنا هذا 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 سي احمد بديار إيه هذا اللي دارو دروكات بزيان بيرو هذا هو سي احمد بديار بزيان بيرو عاد في الزوجه عادوا في هذه دار دار سي احمد بديار مات شهيد ربي يحفظه ثاني ايوا زيد يا روحك شمن وليك تعرفي جاي ربي يرحمه ايوا هذا تعرفيه هذا هذا تعرفيه قنفود هذا ما كمل هذا قنفود حملاوي ايوا هذا يعرفه هذا قنفود حملاوي كان شهيد كان يقرا ويزوج هذا الحاج ديايبه هذا شهيد ثاني الحاج ديايبه يعرفه يعرف ربي صح نفوت الحوايج اللي تحبيهم انت ايه كانت عندي لازمه هذا كانوا عندي كرداش وياسين عندي ما احنا قلبي كلش كان عندي راح كلش انا بقول ياسينه ياسينه يا هذا بوست بوست كان عند الزوجه ديالها هذا هنا وهذا واش تسموهم انتم بكري تصدام لا لا ما يسموه بورتفاي ايه بورتفاي ايه قلت لك بكري هذا متاخر بكري تصدام عندك ساعه ولا ساعه بكري سوايع هذه ساعه هذا جديد يجيبهم في مصر عندي عاودنا بركي استنى هذا كاشي ولا وش يقولوا له ايه هذا كاشي تاع بكري ما شاء الله وهذا وش سموه؟ هذا القبروج البقريج القبروج ولا البقريج؟ يقولون القبريج والقبروج هذا شفتيه هذا؟ هذا هذا بوست هاي والله هذا بوست روح يوري لك واحد الحاجة روح يشوف ايش كنت تديروا فكري فيها هذه هذه شنو هذه؟ هذه حاجة كنا نديروا فيها الكسكاس كسكاس قدرة قدرة هذه الكسكاس هذاك تاع 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 الحلفة تاع الحلفة فوروا فيها كسكاس مطحنة مطحنة وهذا كل شيء هذا هذا إيه؟ هذا هذا المنديل هذه المسادة مسادة مسادة هذا تاع الوسادة ولا ديروا فيه الكسر المطلوع لا 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 عندي لك نجيب المنديل تاع كاين منديل وكاين ايوه هذا وسادة مسند إيه هذا مسند مسند سادة تاع الكلام دوك وتنحل الوسادة شفتيها واش عقبتي وقت زين دوك في كعبة وراني لا الحاجة ضوف انا ندعي ربي الله يبارك ادعي لنا ادعي لنا فكرتي خالتو المجاهدين والشهداء اللي ماتوا فكرتي فكرتي ربي يرحمه الساس عماس الهاش مش حق شقوم حمدوي القنفود الشهداء راهم سي عمار هذا ممكن شهيد ثمن مبروك وابو القاسم معيوف ربي يرحمه هذا مش شهيد ربي يرحمه